على كل حال خلونا نقرأ التفاصيل أكتر عن الصندوق السيادي اللي أنشأه السيسي وخطورته على الاقتصاد القومي أو الأمن القومي المصري، والفرق بينه وبين الصناديق أخرى مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس الأباري الباحث في السياسات التشريعية. أستاذ عباس أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. كل الشكر لحضرتك على أنك قبلت الدعوة، وأنه قيل لي من زمايلي في الإعداد أنهم راجعوا مع حضرتك المعلومات اللي احنا قلناها دلوقتي عن الصناديق دي. في أي معلومة أو أي توضيح عشان ما يطلعش يقولك صحيح مصر ومش عارف ايه، هل في اي معلومة حضرتك تحب تصلحها لنا في كل المعلومات عن الصندوق النرويجي والكويتي والمصري؟ لا يا فندم، انا مبسوط بطريقة العرض، يعني ما شاء الله انتم محضرين بشكل جيد. الحمد لله. بس انا لفت نظري حاجة بخصوص الافلاس، اخر لوحة خالص. نعم. هي اللي لفت نظري، في الكويتي لا يجوز الافلاس، او في النرويجي لو جبت لي اخر لوحة بقى ايوه، في تصفية الصندوق لا يفلس إلا بإفلاس الدولة والبنك المركزي في النرويج. في الكويتي لا يفلس إلا بإفلاس الدولة أو هيئة الاستثمار الكويتي. ما الضرر إن أنت فجأة تعلن زي مصر كده يتم تصفية الصندوق إذا بلغت خسائره 50%، وفي حال عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعية قرارها؟ إيه الضرر؟ هو بس قبل ما ندخل في الموضوع حابب إن أنا أكد على أمرين. الأمر الأول، نحن دلوقتي بنناقش أمر الصندوق السيادي أو أي أمر بنناقشه مع حضرتك من واقع مستندات ووثائق وتصريحات رسمية حكومية، يعني ما بنتكلمش سياسة، احنا بنتكلم قانون وبنتكلم بشكل أبجدي، يعني ورق ومستندات وتصريحات. الأمر الثاني، إن احنا خوفنا على مصر أكثر من خوف أي حد، يعني احنا مش بنزايد، احنا مش بنبين نقطة الفطسانة زي ما بيقولوا، احنا بنوضح للعامة حتى ينتبه كل صاحب شأن بشأنه. فديت امور واجب التنبيه ليها. اما امر الافلاس، حضرتك بدأت من الاخر او من التصفية. ايوه، هو فلسفة الصناديق يا استاذ محمد، فلسفة الصناديق السيادية من اول ما ظهرت ان هي ليها وجهتين. الوجهة الاولى انها بتحافظ على ثروات البلد في الوضع الحالي، يعني اذا كانت بلد بتعتمد على النفط، ودي معظم الصناديق السيادية في العالم هي صناديق نفطية او بتعتمد على الثروات غير المتجددة، بين قوسين غير المتجددة النفط والغاز واللي هي الثروات الطبيعية يعني اللي هي بتخلص، فبالتالي هو قبل ما تخلص بيعد ليها صندوق، فلسفته ان هو يحافظ على هذه الثروه ويكبرها ويكتر الغله حتى تستمر معه لاكبر فتره ممكنه، وبالتالي الامر الثاني بقى تستفيد منها الاجيال القادمه او حصه الاجيال القادمه في ممتلكات الدوله حتى لا تستنفذ. وده اللي كانوا زمان بيعملوه، لو تفتكر حضرتك ايام الملوك في مصر كانوا بيوقفوا جني المعادن، يعني مثلا على منجم ذهب يقول كفايه كده، سيبه بقى للاجيال القادمه. أيوه. نفتح واحد غيره، على اعتبار ان هو الانانيه في استثمار المعادن والثروات لجيل بيسبب مخاطر للاجيال اللي بعد كده. فديت فلسفه اداره الصناديق. الفلسفه الثانيه لاداره الصناديق او انشائها ان هي صناديق فوائض، يعني حضرتك دوله عندها فائض في ميزان المدفوعات بتستثمره في صندوق، يبقى اول حاجه فائض، يعني دوله غنيه عندها ما يفيض عن احتياجاتها فبالتالي بتوديه للصندوق، او هي بتعمل فوائض من الميزانيه للصندوق، يعني اما عندها فوائض طبيعيه هي دوله غنيه، يا اما دوله عندها ثروات كبيره وعندها شعب كبير زي حالتنا فبتخصص للصندوق بعض الفوائض اللي تبقى مقفوله عليه. طيب خلينا نقف هنا يا استاذ عباس، يعني الاول انه ده حق الاجيال القادمه. نعم. ان دي حاجات مش ثروات ليست متجدده، وبالتالي من حق الاجيال اللي جايه انها تاخد منها طبعا، زي منجم او بترول حضرتك وصفتها بانها الثروات غير المتجدده. نعم. يعني من حق اللي هيجي يعيش في مصر بعد 200 سنه انه ياخد من منجم السكري مثلا دلوقتي، او انه ياخد من ثروات لا تتجدد دلوقتي. اللي هو ان حضرتك اذا استثمرت الثروه بالكامل بتودع المبالغ المتحصله عنها في امور اخرى، طبعًا. يعني بتبيع البترول وبتاخد المال بتاع البترول تستثمره في امر اخر. حلو. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها انه بتبقى من فوائد شيء زي البترول، الغاز، الحاجات دي كده. حضرتك ضربت اول مسمار في نعش الصندوق.
لأن الراجل مع عمرو أديب قال إنه تكون الصندوق ده من عن طريق 5 مليار جنيه مصري خدوها من الحكومة، وعن طريق حاجات عينية زي مباني وحاجات كده وشركات، أصول عقارية وأصول الدولة. طب ما هو كده يبقى معناه إن الصندوق أنشئ غلط. آه طبعا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك في نشرة أصدرها صندوق النقد الدولي، قال يا جماعة الخير ياللي رايحين تعملوا صناديق، أنتوا بتعملوا أحد النماذج التالية: يا إما يبقى عندك صندوق اسمه صندوق الاستقرار. صندوق الاستقرار ده هدفه إن هو يحمي الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل. يعني أنت بتحط ميزانيتك، بتضخ الميزانية جوه الصندوق، بتطلع منها بعد استثمار. النوع الثاني اسمه صناديق الادخار للأجيال القادمة، وده بيعتمد على الفوائد والميزانيات، غير الميزانيات الثروات غير المتجددة زي ما احنا قلنا. النوع الثالث شركات الاستثمار اللي تستثمر الاحتياطيات النقدية. يعني حضرتك عندك فوائد في البنك المركزي كبيرة جدا، وأصول أجنبية كبيرة جدا بتستثمرها، ده صندوق ثالث. صندوق الرابع صناديق التنمية اللي بتساعد على استثمار الأموال الاجتماعية الاقتصادية، زي أموال المعاشات، زي الصندوق النرويجي مثلا. الأمر الخامس صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد. صراحة يعني التقاعد بالأخص، عندك معاشات ضخمة لا تستثمر، هي متشالة لأصحابها، فأنت بتستثمرها وبترد الغلة بتاعتها. طب ما ده اللي عمله يوسف بطرس غالي والناس زعلت منه زمان. لا ما عملش صندوق، هو خد الفلوس بددها، خد حطها في مشاريع، والفلوس إلى الآن الدولة بتدفع كل عام، بتدفع جزء من الميزانية لسداد هذه الأموال، أموال التعاقد. طب وهل يجوز أنك أنت كدولة تاخد فلوسي أنا، وأنا شخص عمال أدفع لك فلوس دي، فلوس التأمين المعاش بتاعي، تاخده وتستثمره من غير ما تسألني؟ ما هو حضرتك قلت أهو، أنت كدولة يعني مش حكومة، بس مش فلوسك يعني، دي مش فلوسك، دي فلوس أنا. الفلوس ديت إذا كانت معمول لها صندوق ليها مش ليك، يعني أنا بستثمرها ليها. يعني فرقت صندوق يعني؟ لا، بدل ما أودعها في البنك في حساب خاص مقفول لا يتجدد ولا يستثمر، أنا بودع. ما هو نموذج النرويج كده، ونموذج ناجح جدا. يعني هو بدأ بمليارات قليلة، النهاردة هو بيدخل في التريليون دولار، يعني بيلعب في 30 ألف مليار. فأنت حضرتك بتتكلم في صندوق خرافي، وهي النرويج بدأته سنة 90، وكان طموحها كله ان هي تحقق 4 تريليون. ده طموحها بعد 20 سنه. النهارده وصلت كام؟ النهارده ممكن 4000 مليار. طب وده يعود عليا انا كصاحب معاش ايه بقى؟ يعود عليك ان فلوسك مضمونه اولا وزايده. اوكي. طيب نكمل بقى يا دكتور يا استاذ عباس. دي الخمس انواع، مفيش منهم نوع، مفيش في النشره نوع يقول لك خد الاصول من، يعني انت بتاخد من جيبك اليمين تحط في جيبك الشمال. ما فيش حاجة اسمها الأصول تسيلها عشان تخليها مال، والمال تستثمره عشان تشتري أصول. يعني ما فيش دول بتعمل كده. فأنت حضرتك لعبة الأصول دي، يعني لعبة إن أنت تسيل الأصول وتشيل من عليها النفع العام عشان تخليها أموال، هي لعبة الفقير يعني ما عندوش. لكن مصر عندها. يعني حضرتك النهاردة أنت اكتشفت رصيد ضخم جدا اسمه الهيدروجين الأخضر أو النيتروجين الأخضر، ده في البحر المتوسط. مصر محققة كام من الإنتاج العالمي؟ محققة نسبة تضعها الأول على العالم، محققة 5% من الإنتاج العالمي المتوقع. طب حضرتك ما عملتش، ما دخلتهاش جوه الصندوق ليه؟ أنت رحت استثمرتها بالمناسبة اللي مستثمر معاك فيها الصندوق السيادي السعودي. طب ما الصندوق السيادي المصري أولى. يبقى حضرتك الثروات البترول، حقل زهر، احنا جبنا جون يا مصريين، فين هو؟ بتستثمره مع انجلترا. طيب المنجم الذهب اللي انت لسه مطلعه يفوق انتاج منجم ذهب السكان، راح فين؟ راح لكندا. طب الاتفاقيات دي كلها لو اتلمت وتحطت في صندوق، الاستثمارات اللي جوه هذه الاتفاقيات تجعلك من الصناديق الخمسة على مستوى العالم، زيك زي الكويت، زيك زي الامارات، زيك زي السعوديه، لان انت عندك ثروات مش اقل من هذه الدول. لكن انت هذه الثروات اللي بيتعمل منها صناديق في العالم خرجتها بره الصناديق، خرجتها بره ايد الحكومه. والثروات اللي هي بتاعت الناس اللي هي لحمهم ودمهم دخلتها جوه الصندوق وتبيعها، فدي كارثه. طيب
في حاجة تانية، كارثة تانية يا أستاذ عباس. الكارثة إنه الصندوق منح، القانون منح الصندوق إمكانية تقييم الأصول، إنه يقيم الأصل اللي هو بياخده عنده ده بشكل منفرد عن طريق بيوت خبرة هو اللي اختارها كما يقول القانون. وقبل التعديل كان ملزم بالتقييم عن طريق رقابة وزارة المالية والبنك المركزي. إيه دلالة وهدف التغيير ده يا فندم؟ وإيه خطورته؟ هو في الأصل كان القانون المصري نفسه متشدد جدا في تقييم أصول الدولة، يعني عمل لها قوانين صارمة في تقييم الأصول، وعمل لها آلية رقابة كبيرة جدا كانت من القوانين المحترمة في هذا الأمر. لكن حضرتك أنت حطيت جملة مفخخة في قانون الصندوق بتخلينا في النقاش دوت حطينا نصب أعيننا طول الوقت. هي جملة اتكررت 3 مرات في قانون الصندوق، قالت عدم تقيد الصندوق بالإجراءات الحكومية أو النظم الحكومية. يعني الصندوق دوت مش مقيد بالنظم الحكومية في أي قانون آخر، يعني لو في قانون آخر بيتشدد ما يمشيش على الصندوق، لو في قانون آخر بيضع ضوابط ما تمشيش على الصندوق ابتداء. تاني أمر، إن من ضمانات الحفاظ على أموال الصندوق أيا كانت الموارد بتاعته، نفطية، أصول مالية، من ضمانات ده إن هي بتبقى داخل إطار الحكومة، يعني المسؤول عنها الحكومة في مجموعها، الحكومة المكلفة من البرلمان، ده في النظم الديمقراطية يعني. لكن الحكومة في مجموعها مسؤولة. أنت النهاردة شلت القانون ده، شلت الصندوق من حوزة الحكومة، حطيته في إيد مجلس خاص حتى لو بيشارك فيه بعض الموظفي الحكومة، وعلى رأسه طبعا وزارة التخطيط. العالم كله بيحط على رأس الصندوق وزير المالية على اعتبار أنه صندوق مالي، وإحنا حاطين وزير التخطيط عشان يبقى بعيد عن الضوابط المالية بتاعة وزارة المالية. ده تاني أمر. الأمر الثالث، الضمانة الثالثة، إن حضرتك بتعمل ضمانة رقابة سابقة ورقابة لاحقة. الرقابة السابقة إن حضرتك بتراجع العقود، أي عقد بتمضيه الدولة المفترض إن بيراجعه مجلس الدولة. لو العقد ده زاد عن 5000 جنيه بيراجعه مجلس الدولة. أنت حضرتك مجلس الدولة ما بيراجعش عقود الصندوق. دي الرقابة السابقة. طب الرقابة اللاحقة جزئين. الرقابة اللاحقة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، رقابة مش مراجعة، تحقيق ومحاسبة وليس مراجعة فقط. إيه الفرق بينهم يا أستاذ عباس؟ المراجعة حضرتك ان انا براجع حساباتك وبقول لك انت 1+1=2، انت ما غلطتش. لكن المراقبة ان انا بقول لك اتفضل حضرتك يا استاذ محمد مدير الصندوق، اتفضل بره المكتب، واقفل المكتب على نفسي، واقلب المكتب بمستندات، ودي كناية طبعا، قلت من شوية اطلع الخزنة واقلب الاوراق واخد المراسلات اللي بينك وبين الغير، واخد المكاتبات، واخد العقود، براجع مراجعة شاملة كاملة، براجع ده وبراقب عليه وبحاسبك مباشرة بدون الرجوع إليك. يعني برفع تقريري مباشرة لرئيس الجمهورية وللنيابة العامة إذا كان في مخالفة مالية. ده قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. لكن اللي بيتعمل في الصندوق هنا إيه؟ ده نوع الرقابة الأول. نوع الرقابة الثانية قبل ما يفوتنا، الرقابة القضائية اللاحقة، اللي هي رقابة مجلس الدولة برضو، اللي هي ما يسمى قضاء الإلغاء. يعني حضرتك مواطن ليك عند الدولة حاجتين، ليك الصفة والمصلحة. صفتك مواطن، وتزيد الصفة شوية لو انت مواطن موظف، مواطن عامل، مواطن صاحب ملك، دي الصفة. وتزيد عليها المصلحة ان حضرتك لك مصلحة في الحفاظ على اموال دولتك باعتبارك مساهم في هذه الدولة. الاتنين دول مع بعض يخلوك تاخد اي عقد بتعمله الدولة تروح بيه مجلس الدولة طعن اسمه قضاء الغاء. انا عايز الغي العقد ده لان في عوار 1، 2، 3. لما بتشرح قضيتك كده ومجلس الدولة بيلاقيها أسانيد مظبوطة، بيحكم بإلغاء هذا العقد. زي ما حصل كده في الجزيرتين. زي ما حصل في الجزيرتين، واتغيرت بعدها القوانين. طبعا. يعني مجلس الدولة تشال من الرقابة بشكل قانوني، بالمناسبة تعديلات قانونية ممكن نتعرض عليها فيما بعد. لكن الآليتين الرقابية دول مش موجودين في القانون. فأنت عند حضرتك الجهاز المركزي للمحاسبات لا يحاسب ولا يراقب، هو يراجع القوائم المالية اللي انت بتديها له، وما بيراجعهاش لوحده، هو بيراجعها مع في مراجعة مزدوجة. يعني حضرتك بتعين، انت اللي بتعين، انت الصندوق هو اللي بيختار المحاسب بتاعه، يقول لجهاز المركزي للمحاسبات انا عايز فلان يجي يراجعني، يبقى فلان اللي بيراجعك مش الجهاز المركزي للمحاسبات، وبتختار واحد برضو من الرقابة المالية. القانون جوه بقى قال ايه؟
عطى المجلس الإدارة والجمعية العمومية إيه؟ عطاهم حق تغيير هؤلاء، يعني يحق ليهم في أي وقت تغييرهم. الأصل إن الجهاز المركزي المحاسبة لما بيروح يراجع هو اللي بيعين المختص، هو بيعين بيقول لك فلان وفلان جايين لك مكلفين يراجعوك أو يتابعوك أو يحاسبوك، لكن أنت تختارهم. طب ما عجبكش قدموا تقرير مش عاجبك بتغيره. في حين إن هم سقفهم في تقديم التقرير إمتى؟ يعني سقف التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ما بيراجع حاجة اسمها القوائم المالية. القوائم المالية دي الصادر والوارد والمنصرف بس. لما بيراجع القوائم المالية بيقدمها لك انت. فالجمعية العمومية بقى بنص القانون بتعمل ايه؟ انا عايز اقرا لك من نص القانون عشان ما حدش يقول لنا انتوا ايه. يكون الجمعية العمومية ايه بقى؟ واحد، مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الارباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. يعني الجمعية العمومية بعد ما حضرتك بتسلم لها التقرير بتناقشه. يعني مش بتاخده تعتمده، دي بتناقشه. تاني واحدة، ودي الأنقح والأنكى، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. يعني لو لقى التقرير بيدين أعضاء مجلس الإدارة يبرئ ذمته. يبقى أنت التقرير عملته عشان يتحط في ورق شكل. ثالث واحدة، إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحدد أتعاب الجهاز المركزي المحاسبي. يبقى أنت حضرتك متابعة وتقييم أداء الصندوق، دي اختصاصات الجمعية العمومية. طب بالله عليك لو أنا قدمت لها تقرير ويقول لها أنتوا أفسدتوا ودمرتوا الدنيا وبعتوا الأصول وغيرتوا ملامح ثروات الدولة، يبقى من حقها انها تراجع. بعد ما بتعمل المراجعه الرباعيه ديت بترفع التقرير بتاعها، مش بتاع جهاز المركز المحاسبات، لرئيس الجمهوريه. بترفع نسخه، وبترفع نسخه او بترسل، هو النص نص القانون كده، ارسال نسخه لمجلس الشعب، لرئيس مجلس النواب، مش لمجلس النواب يصل. لا لرئيس النواب، وقال نسخه، قال بيان، يعني ارسال نسخه من المراجعه الماليه دي لرئيس، بين قوسين رئيس مجلس النواب. يعني ايه رئيس مجلس النواب؟ بتوصل في تقارير بتوصل لمجلس النواب للرئيس، لمكتب الرئيس، وفي تقارير بتوصل لمكتب مجلس النواب، يعني مكتب رئيس مجلس النواب، مكتب رئيس مجلس النواب او مجلس النواب. لمكتب رئيس مجلس النواب يقدر رئيس مجلس النواب يقفل الدرج عليه وخلاص، مش عايز اللي هو اللي هو اللي هو الاطلاع، يعني بتاعك بتاع رئيس مجلس النواب. اوكي، لو هو قال مش عايز اناقشه مش هيناقشه، لكن اللي رايح مرسل بشكل طبيعي رسمي لمجلس النواب، لمجلس النواب واجب مجلس النواب انه يناقشه. لكن حضرتك عرضت الفيديو بتاع الرئيس التنفيذي، قال ايه في اول الفيديو خالص؟ قال ايه؟ بيقول له يا عمرو اديب، بيقول له يا استاذ ايمن احنا عايزين نستعرض ايه، انتوا عملتوا ايه عند مجلس النواب لما رحتوا ناقشتوا الصندوق؟ قال له اعضاء مجلس النواب كانوا متشوقين زي بقيه المصريين لانهم يسمعوا مننا الصندوق عمل ايه، متشوقين انهم يسمعوا مننا لقاء حب. المفروض ان هم مسؤولين عنك ومسؤولين عن ما في حوزتك، لكن متشوقين دليل انهم ولا وصل لهم اخبار ولا وصل لهم قوائم ولا وصل لهم مراجعه، دول ناس متشوقين زيهم زينا. فبالتالي هم اصدروا القانون وعطوا لك، عطوا القط مفتاح القرار وقالوا له ايه، روح اشتغل. فديت نقط. نرجع بقى للنقطة اللي حضرتك سألت فيها في البداية، هو إيه اللي يضير طالما في مراجعة؟ هو الأمور اللي قلناها مع بعض دي تنسف فكرة المراجعة، مفيش مراجعة. لا، احنا اتكلمنا على إنه من حقه هو يقدر يقيم العقار أو الشركة اللي هيدخلها عنده واللي هيبيعها. هو عاطله كده صح؟ هو المفترض طبعا، هو المفترض التقييم ده أداة خارج ما هو في كل أحوال. أستاذ عباس، في كل أحوال اللي هيقيم بيت خبرة خلاص، هو نعم. بقى من هنا في طبق للقانون اللي من حقه يستدعي او يستعين او يطلب الاستعانه ببيت الخبره ده، انا كصندوق ولا انا كدوله؟ هو حضرتك المقيم له ملوش علاقه بالتقييم. يعني الطرفين اللي هيعملوا هينجزوا البيعه ما بيدخلوش جوه التقييم. انا كصندوق والشخص والدوله اللي هتشتري. ايوه جهه ثالثه تعين لي المقيم، زي ما النيابه العامه كده بتعين واحد عند التفليسه يقيم من بره اطار الطرفين. ليه؟ عشان يبقى فير، يبقى بعيد.
أو زي ما بعض القضايا بيطلب المتهم المحامي رد المحكمة. نعم يبقى كده هو كده أعطالك آلية لأنك تبقى عندك آلية للرد. لكن حضرتك اللي بتعين المقيمين حتى لو هو بيت خبرة عالمي. طب ما هو بيت الخبرة العالمي ده زي ما هو بيدي لك تقييم، هو بيدي تقييم للمشتري. أيوه. طب ما يمكن المشتري شريك. طب ما يمكن أنت والمشتري والبيت الخبرة العالمي متفقين. مصلحة واحدة ثلاثة. فين الدولة هنا؟ يبقى الدولة هي اللي المفترض تعين من يتم. كان الأول في قانون سنة 2018 كان عاطي للجهاز المركزي للمحاسبات، عاطي للبنك المركزي وللهيئة الرقابة المالية بس هم اللي بيقيموا. أنا راضي بأن البنك المركزي يقيم حتى على فساده، ده عنده موظفين أكفاء يقدروا يقيموا. لكن حضرتك لما تروح موديها للقطاع الخاص، طب خد بالك من دي بقى، دي اللي تكمل لك الصورة. هو أموال الصندوق بعد استلامها أموال خاصة ولا أموال عامة؟ بالعمياني كده المفروض تبقى أموال إيه؟ عامة. أموال عامة ليه؟ عشان يحميها قوانين الأموال العامة. أي. من الخسارة، من الإفلاس، أو من الفساد، من الرشوة. لكن هي أموال خاصة. جميل كده. إن القانون نفسه، القانون نفسه أحد جهات القانون الخاص، زي الشركات المساهمة. قانون خاص مين؟ يعني أموال خاصة لمين؟ ما الدولة الدولة نفسها بتمتلك ملكياتها بنوعين. نوع اسمه الملكية العامة زي المرافق العامة اللي هي بتبقى ملك كل الناس، ونوع اسمه الملكية الخاصة زي مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة العدل. طيب. ملكية خاصة. الاثنين كل واحد ليهم، كل واحد فيهم قوانين، نظام. الاثنين محميين. لكن لما انا اقول هذا الكيان كيان خاضع للقانون الخاص، بحط جنبها جملة كنا زمان بنحط جنبها جملة تانية، وأمواله تخضع لذات النظام القانوني للأموال العامة. أوكي. حلو. يعني أنا بديك حرية شوية في إنك تتصرف في أموالك الخاصة يا وزارة كذا، لكن أنا بحميها لك بما أعطيته من حماية للأموال العامة. لا، هو هنا عمل الاثنين، إن الصندوق من أشخاص القانون الخاص وأموال وأموال خاصة، يعني تتباع وتشترى بعقد ابتدائي. أروح أبيع أنا واشتري أنا والمشتري بدون رقابة، إن أنا أعمل مزاد خاص بعيدا عن الرقابة الحكومية. هو قايل لك في القانون عدم التقيد بالنظم والأحكام والإجراءات الحكومية. أنا بس عندي نقطة يا أستاذ عباس هي اللي قلقاني، وما تتفقاش مني لما أقول لك قياس صغير قوي. لا أنا معاك. يعني أنا هديك مثال. أنا معرفش إيه بيوت الخبرة اللي ممكن تقيم مبنى في وسط البلد، خلاص؟ أنا معرفش. فأنا رحت جبت مبنى شركة عباس أباري اللي بتقيم، أنا معرفش إيه الشركة، ما هي ليها سي في. فممكن يحصل لي، أنا عارف إنك هتتضايق مني، على سكيل صغير قوي قوي قوي، نفس اللي حصل للبنت اللي هي غادة اللي هي بتاعت مترو الأنفاق. انا لسه كنت اقول لك على المثال. والله اصلا انا اشتغلت قبل كده في مترو الانفاق الخط الاول. أيوة. وشفت ازاي المسؤولين عن المترو كانوا اولا بيستعينوا باسماء كبيره جدا، وانا اشتغلت صبي عند الدكتور فاروق ابراهيم في مترو التحرير. نعم. وشفت بقى استاذ صالح رضا، اساتذه كبار جدا واسماء كبيره جدا، ومع ذلك شفت ازاي دول بيقدموا الميزانيه والرسوم الموضحه وكل ميزانية تفصيلية، وبعدين الهيئة الحكومية تقبل أو ترفض. نعم. بعد ما اختارته انت لما جيت جنت البنت غادة دي، اسمها غادة ايه؟ غادة والي. طلعت انها سرقة من واحد تاني، والنهاردة انت رحت سجنتها مش عارف 3 سنين ولا ايه. ما ده بسكيل 3 شهور، بسكيل صغير ده ممكن يحصل لك مع مبنى زي مبنى مثلا هانو اللي في وسط البلد، او مبنى عمر افندي وهكذا. فانت فاشل اصلا في القصة دي. ما الذي يضمن انه ما حدث مع غادة والي ما يحصلش مع شركة انت جبت قلتها راح عباس أباري عملها اول امبارح وقال لك دي شركة بتقيم الاصول؟ ما الضامن انه ده ما يحصلش؟ مفيش ضمان. ده هي ممكن يكون الموضوع معمول عشان اللي انت بتقوله ده. نعم. من الاصل يعني الموضوع ممكن يكون معمول اصلا عشان يشتغل كده. يعني هي شركة مؤسسة في أوروبا، أنت ما تعرفش تاريخها السابق، لكن هي جاية من أوروبا.
فبالتالي هي شركة ومنصة دولية وليها سايت على النت وتيجي تقيم وتعك في أصولك. يعني الفكرة أصلا اللي معمول عليها ده هي اللي حضرتك بتقوله. واضح ولا أوضح أكتر؟ لا واضح. إن أنا ممكن أنا والشاب اللي جوه ده أنا هو نعمل شركة دلوقتي في إنجلترا ونأسسها ونعمل لها اسم وعلامة تجارية والحاجات دي. أنا هقول لحضرتك مثال قريب جدا. العاصمة الإدارية هي بتمتلكها إيه؟ شركة العاصمة. شركة العاصمة. شركة العاصمة. شركة العاصمة بتمتلكها. أيوه تمتلكها. مش بتديرها. طيب بتمتلكها يعني مين عضو فيها شركة العاصمة دي؟ معرفش. عضو مؤسس كامل الوزير اللي هو دلوقتي بقى وزير النقل. طب هو لما يبقى وزير النقل عضو في شركة العاصمة الإدارية ويروح ياخد مشروع النقل جوه العاصمة الإدارية، هو الراجل بياخد أرباحه بشخصه بالمناسبة مش بصفته. لما بياخد أرباح من هنا يرجح أنه مصلحة؟ مصلحته هو شركته هو. ده أنا بكلمك في الحدود الصغيرة اللي هي البسيطة. أيوه. فده كوبي بيست من اللي بيتعمل في قضية تحرير أصول التقييم من إيد الحكومة والدولة ومجلس الدولة، وإن أنت تعين لجنة يبقى فيها عنصر قضائي وعنصر مدني خبرة وعنصر حكومي فاهم، برغم كده كان بيبقى فيها فساد، فما بالك بقى لما تحررها من ما هو ده. ما هو ده متسق يا أستاذ عباس مع فكرة اللي هي المناقصة، اللي هو انه لغى المناقصات. يعني انا كنت في وزاره الثقافه، لغى قانون المناقصات المزايده. ما هو انا كنت في وزاره الثقافه كان ساعات ابقى عضو لجنه مناقصه ويتفتح المظاريف قدامنا وحاجات من دي، والناس يقعدوا المتخصصين الشركات اللي تيجي كل واحد نفتح قدامه لاول مره، بتفتح الظرف بتاعه قدام الناس كلها، وفي خبير. انا كنت بروح كخبير فني في الجهه الفنيه. هو لغى ده، وكمان لغى فكره اللي هو خطاب الضمان، ان الشركه اللي تيجي تحط مبلغ في البنك ما تجيش عنده لمده مش عارف قد ايه، حد ما يتم بعد كام شهر من التسليم. هو لغى كل ده. ما هو ده متسق مع اجراءات المهلبيه دي اللي حاصله في البلد. التكامل ده بيقول ان في صوره مغلوطه. يعني احنا لو اتكلمنا بشكل حر بعيدا عن ما لناش راي في الموضوع، في صوره مغلوطه لاداره اصول الدوله وثرواتها. في حاجة غلط. ليه؟ لأن حضرتك القوانين بالتراكم، يعني أنت بتحط قانون فوق قانون فوق قانون فوق قانون عشان يرسم الصورة العامة. أنت جبت كل القوانين اللي هي بتوفر ضمانة للدولة أو للشعب في ضمان ثرواته ونسفتها وعملت مكانها قوانين تانية. لا، والحجة إن القوانين اللي فاتت كانت بتسمح بالفساد. يعني طبعا. طيب نيجي بقى يا دكتور يا أستاذ عباس للقصة التانية، انه التعديل كمان تضمن شق قضائي، وهو تحصين قرارات السيسي الخاصه بالصندوق ضد الطعن عليها في القضاء، الا في حاله الاختلاس، لكن في حاله البيع ما ينفعش الطعن عليها. لا، ان انا ابيع ما يطعنش عليها ولا مواطن ولا جهه ولا اي حد، لكن الطعن يجوز في حاله اختلاس فقط. نعم. ما خطوره ده يا دكتور يا استاذ عباس؟ في سنة 2014 المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت أصدر قانون اسمه قانون تحصين العقود، عقود الدولة من الطعن. إيه القانون ده بيقول إيه؟ بيقول حاجتين رئيسيتين. بيقول إن العقود اللي بتبرمها الدولة لا يجوز للمواطن الطعن عليها، والوحيد اللي ليه حق الطعن طرفيها، يعني البايع والمشتري. طب البايع مرتاح والمشتري مرتاح، مفيش طعن. وعلى المحكمة، على المحكمة رد جميع القضايا المرفوعة أمامها من تلقاء نفسها، يعني ترفض القضايا المرفوعة ولا تقبل قضايا جديدة في هذا الشأن. يبقى هو التحصين تم في سنة 2014. اللي جه بعد كده قانون صندوق تحيا مصر خد بنفس الوجهة دي، كل الصناديق المالية خدت بنفس الوجهة دي، وقانون صندوق مصر السيادي خد بنفس الوجهة، لا يجوز الطعن. لكن هو عطى ميزة الأمر لمين بقى؟ يعني أنا برضو هقول لحضرتك من واقع المادة 6 مكرر اللي هي تعديل تم في سنة 2020. قالت إيه؟ قالت مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن
في قرار رئيس مجلس رئيس الجمهوريه بنقل الاصول او الاجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهه المالكه للاصل او الصندوق المنقول له الملكيه دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي ابرمها الصندوق او التصرفات التي اتخذها لتحقيق اهدافه او الاجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود او التصرفات. في هنا حاجتين، في حلقتين. رئيس الجمهوريه المفترض ان هو بينقل الاصول للصندوق بقرار، بيقول قرر رئيس الجمهوريه القرار التالي: اولا ازاله النفع العام عن مبنى وزاره الداخليه مثلا، ثم نقل مبنى وزاره الداخليه للصندوق السيادي. حلو، الصندوق السيادي بياخده اخذ ملكيه وليس اداره او انتفاع. طب دي الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه، كل الاجراءات والتصرفات اللي بيورها الصندوق على هذا الاصل محصله من الطعن. يبقى هو حصل الحاجتين، النقل يعني خروج الاصل من حوزه المواطن اللي هو المالك لحاجه اسمها الصندوق السيادي، ده ممنوع الطعن عليه. والحلقه الثانيه اذا كان كمان الصندوق اتصرف في هذا الاصل لغيره لا يجوز الطعن عليه. طب مين اللي ليه حق الطعن؟ الاطراف، يعني رئيس الجمهوريه او الوزاره اللي اتنقل من عندها الاصل والصندوق، ودول بيقولوا اخي مع بعض يعني. ده في الحلقه الاولى. في الحلقه الثانيه الصندوق واللي اشترى، واللي اشترى. يعني في الحاله الاولى حكومه ببعض، والحاله الثانيه زبون ومشتري، ملهاش مصلحه في انها تطعن اصلا. ده طبعا خلاص، ده هو المفروض امن زي ما انت قلت يا الاثنين راضيين. لا انا عندي في حاله الرشوه الرشوه والاختلاس دي، يعني دي ذره لرماد في العيون زي ما بيقول. لا خليني بس اقف هنا عند الرشوه والاختلاس. من الذي سيثبت ان محمد ناصر ارتشى او اختلس؟ بقى قول انت بقى. لا مجلس اداره الصندوق يعني هو ما يعني اذا كنت انا المرتشي انا هشتكي نفسي. لا معلش 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 يعني بس طول بالك، انا هقول لك انا فكرتي ايه. اتفضل انا هقول لك فكرتي وانت طرف اخر هو اللي يقول كده. لا انا هقول لك فكرتي وانت تقول لي ده يعني الى اي مدى مظبوط. دلوقتي انا بقدم كصندوق مجلس اداره الصندوق بيانات لرئيس مجلس الشعب، بقدم بيانات للجهاز المركزي للمحاسبات بموظف انا اللي بختاره زي ما حضرتك قلت، والمجلس ما بيجينيش، المجلس المركزي ده ما المركز لا لا ما بيجينيش ويفتش ويقلب. اذا لو ثبت ان هناك حاله اختلاس او رشوه، يبقى انا كصندوق اللي بقول للاستاذ عباس، استاذ عباس خلي بالك عندي موظف اسمه محمد ناصر اختلس. ده معناه ايه بقى؟ طب لو معناه في كوجهه نظر دراميه، معناه انه هذا الشخص مغضوب عليه من مجلس الاداره. انت اللي قلت مش انا. ما هي ما تفهمش غير كده. اذا كنت انا الحكم وانا القاضي. هقول لك نقطه اهم. اتفضل. طبعا كلام حضرتك مهم يعني، لكن هقول نقطه جنبها يعني. النقطه الثانيه ان لاول مره في تاريخ مصر يصدر قانون بالصلح في جرائم الرشوه والاختلاس. يعني يجوز لرئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء قبول طلب الصلح من المرتشي او المختلس، يعمل تصالح مع مجلس الوزراء ويقول لهم يا جماعه انا ارتشيت في الوقت الفلاني، ويرد المبلغ محل الرشوه، ويرد المبلغ اللي هو حدده بقى اللي هو اتكشف. اوكي. ويخرج بالاتفاقيه اللي تمت مع مجلس الوزراء دي وفق لجنه خاصه، ده تعديل لقانون الاجراءات الجنائيه، يخرج من اي دعوه بدون سلطه تقديريه للمحكمه. يعني واحده واحده في دي عشان دي مهمه تكمل الصوره اللي حضرتك قلتها. المفترض الراجل المختلس ده اصاب حقين، حق المال اللي اختلسه وحق اسمه الحق العام اللي هو حق المجتمع. المجتمع لو هو رجع الفلوس يتحبس بالحق الثاني. المجتمع فين بقى؟ وانا انت طلعت مختلس عشان يعيش بين الناس ثاني طبيعي بشكل متصالح فيه. لا، هو بمجرد ما الراجل المختلس ده رجع الفلوس اللي معاه يسقط عنه الحقين، ومجلس الوزراء يبعت محضر الصلح. يبقى محضر الصلح ده عند النيابه ملزم، من حقها النيابه، ليس من حق النيابه التداعي. التكامل ده بيقول ان احنا عندنا حاجه، في حاجه هنا بتتلعب. لا ده انا افتكرت حاجه، لو القانون ده حلو قوي.
بدل ما تروح تاخد قرض من البنك وعليه فوائد روح اختلس وبعد ما ربنا يسهل لك رد الاختلاس تاني وتطلع عادي ولا فوائد ولا اي حاجه في الدنيا. لا يعني طيب يبقى ليك مسار جوه الحكومه عشان تعرف تعمل ده يعني. بس انا بقول لك انه فكره انه الا في حاله الرشوه طعن ده معناه ان الصندوق هو اللي هيسلم الزبون. نعم. يعني هذا الزبون اللي داخل الصندوق اختلس او ارتشى مغضوب عليه مجزرة الصندوق لا سبب ما، دمه تقيل بيتكلم كتير او متضايق من حاجه، فاذا هتخرج من العصابه هنقتلك هندمرك. طيب خليني بقى اسالك السؤال اللي هو مضايقني انا، هو سؤالين. اول سؤال والوقت بيجري، اول سؤال اللي هو بيقول لك الموضوع يستدعي ان احنا ناخد وقتنا الكامل، لان ما هو ده احنا داخلين على ساعه. اول سؤال هو بيقول لك ان عائد الصندوق ده بندي 20% في حاله، الراجل قال مع عمرو اديب كده، في حاله مكسبنا 100% بندي 20% للحكومه والباقي حق اجيال. نعم. طب ده مش كلام سليم وكلام ناس كمل؟ طبعا كلام جميل. لكن هو يعني ايه حق اجيال؟ يعني اولا في نقطه هنا في طريقه هو انت هتضايقني على فكره انت هتضايقني، انا هتضايق منك. هو مين اللي قال اصلا انك كسبت 100%؟ ما انا لسه بقول لك يعني معلش، انت اللي بتقدر انت النقطه مش انت لا ما انت الاول نمسك النقطه الاولانيه. انت بتقول في حاله ان انا اكسب 100% هديك 20%، مين اللي بيقول انك كسبت 20% 100%؟ انت من ايه؟ انت اللي بعت لي. يعني انت لو قلت كسبت 70% او 80% او 10%، نعم. انا ما اقدرش اقول لك لا، فبالتالي انت ممكن تاكل عليها 20%. ده اول حاجه، صح ده ولا غلط؟ صح. وبعدين في تداخل هنا، انت الاصول بتجي لك بالتداخل. يعني حضرتك 100% دي اتحققوا امتى ومن ايه؟ فدي نقطه مهم ان هي تنور عليه. النقطه الثانيه ان هو لما يقول 100% ورجع 20%، ترجع 20% لوزاره الماليه، ال 80% للاجيال القادمه. يعني ايه في صوره ايه الاجيال القادمه؟ في صوره استثمارات جوه الصندوق. يعني ما اتشالتش في بنك بعد ما حصلت 80% شلتهم في البنك عشان يستثمروا، لا ده انت بتستثمرهم جوه نفس الانشطه. طب لو الانشطه دي نفسها محققه نسب قليله وغله قليله نفسها، يعني مين اللي بيقول لك هنا انت حققت؟ ده انت اصلا محقق غله قليله، فتاخد الارباح تحطها فيها. فيعني المنظومة على بعضها بتقول إن طريقة سريان الصندوق السيادي المصري ليست على نسق طريقة إدارة الصناديق الأخرى. الصناديق الأخرى أنت حضرتك ضربت مثال بصندوقين، صندوق النرويجي والصندوق الكويتي. الصندوق الكويتي هو أقدم الصناديق السيادية في العالم، وهم الكويتة يعني تنبأوا لهذه الفكرة ويمكن هم اللي صدروها للعالم. عملوا الصندوق في الخمسينات، عملوا حاجة اسمها صندوق الاستثمار، كانوا بياخدوا ميزانية الدولة يحطوها في الصندوق وبعد كده يخرجوا من الصندوق استثماراته، فيروحوا بقى يشتروا في مصر، يشتروا في أوروبا، يشتروا في أمريكا، فبالتالي ياخد أموال غلة البترول ويروح يستثمرها. فباين أول الاستثمار هنا باين، أنا عندي مليار دولار رحت استثمرتهم فرجعوا مليار ونص، يبقى في نص واضحة. الصندوق الثاني بتاع النرويج هو خد اموال الدوله، خد اموال الدوله في مجالات، في مجال البترول، مجال استثمارات البترول، هو بيستثمر في 30 دوله بترول، برغم ان النرويج ده 5 مليون واحد وعايشين في حته ما حدش يروح يعيش فيها، لكن بيستثمروا في 30 دوله. خد استثمارات البترول والغاز وخد ارباح ارصدتهم وخد الضرائب المتعلقه بيهم. لما تقرا حضرتك القانون مرتب ايه الحاجات اللي بتدخل جوه الصندوق تتعجب، كل الفلوس دي ضخمه جدا تدخل جوه الصندوق. فلما تدخل ويروح يشتري بيها يستثمر بيها في 80 دوله تبان الاستثمارات. لكن حضرتك الصندوقين بقى قالوا ايه في قضيه الاستثمار الكويتي والنرويجي؟ قالوا ان اموال الصندوق تستثمر فين يا استاذ محمد؟ خارج البلد وتتعامل بالعمله الاجنبيه، ودول قيدين موجودين جوه القانونين عرضناهم. لكن احنا بقى بنستثمر الصندوق فين؟ جوه البلد ليجتذب استثمارات جوه البلد. فانت اللي بيستثمر جوه بلده مهما كانت قماشته هي قماشه ضيقه، يعني انا بطلع فلوسي بره عشان استثمرها وترجع لي عائد، ف
فخضعت القوانين دول اخرى عائد فخضعت القوانين دول اخرى لا 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 احنا مش عايزين نخضع لقوانين دول خلينا جوه. فبالتالي انا بعرض سلسله فنادق. انت لما تسمع حضرتك الرئيس التنفيذي للصندوق تلاقيه بيتكلم في مشاريع، يعني حضرتك لو رئيس مجلس اداره الصندوق دي تستحي ان انت تتكلم فيه، بيتكلم في مواقف عربيات وبيتكلم في مخازن للشركات الوسيطه وبيتكلم في سلسلة فنادق وبيتكلم في تحويل مجمع التحرير لفندق. القماشة ضيقة. هو دي مش دي وجهة استثمارات الصندوق السيادي، مش هي دي المرجو، مش هو ده المرجو ان يبقى حاجة للأجيال القادمة. يعني انا لو باجي أأجر منك مجمع التحرير عشان اعمله فندق، هدي لك كام في السنة؟ مليار جنيه مثلا، يعني مليار جنيه. هدي لك المليار جنيه دول لمدة 30 سنة. طب بعد 30 سنة في حاجة اسمها مليار جنيه؟ وفي نقطة تانية كمان غير دي، بس نفسك في أنشطة مع أهمية دي، يعني الصناديق السيادية مع أهمية إنك أنت بتقول لي مشاريعهم هي مواقف سيارات، دي مشاريع تنمية محلية، مشاريع مراكز محلية، يعني مش صندوق سيادي ده، مش صندوق سيادي. لكن في نقطة تانية، إنه الصندوق النرويجي والكويتي زي ما عرضنا بيستثمر في فائض ميزانيته. ايه بقى فائض الميزانيه؟ انا عايز اشرح الناس ايه فائض الميزانيه. يعني هو ميزان المدفوعات في ما اعلمه ما درسته في القانون، ممكن الاقتصاد يقول حاجات اوسع، ان في دخل قومي وفي مصروفات. كويس. فانا لما بحط موازنه الدوله غير ميزانيتها، اما اقول موازنه الدوله للسنه القادمه هي توقع وميزانيه الدوله هي واقع، فبالتالي الفرق بين الموازنه والميزانيه بين الداخل والخارج هو ده ميزان المدفوعات. انا الموارد الدولة ومصروفاتها. في دول لما بيجي لها موارد بيجي لها موارد أكتر من مصروفاتها، فبيبقى عندها فائض ميزانية. فائض الميزانية ده بتروح حطها في الصندوق، تضخه في صندوق يستثمر ويرجع لها تاني. فتعمل إيه؟ فترفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. الراجل اللي كان بيقبض 10 دولار في الساعة يقبض 50 دولار في الساعة، الراجل اللي كان معاشه 10 دولار في الأسبوع يبقى معاشه 100 دولار في الأسبوع. تنمي قدرات الحاضرين، الناس اللي عايشة، وتختزن الثروة للقادمين. لما حصل دروب في الكويت وقت كورونا، كان في، لو حضرتك تراجع في هذا الأمر، كان في عركة كبيرة جدا بين مجلس النواب وبين الحكومة، لأن الحكومة طلبت، مجرد طلب، أنها تسيل بعض الفلوس من الصندوق السيادي الكويتي اللي هو صندوق اسمه صندوق الأجيال. البرلمان وقف، مجلس الأمة الكل على التوقف، ما أنتج أن الأمير تدخل وأصدر قانون البرلمان هو اللي أعده لحماية صندوق الأجيال، وألزم الحكومة أنها تدور على موارد بعيدة عن صندوق الأجيال. دي حماية. لا بس في هنا نقطة يا دكتور، يا أستاذ عباس، هو اللي ما عرضنا الصناديق دي سواء النرويجي أو الكويتي، قال لك الحكومة لا في حالة اقتراضها تقترض من الصندوق. نعم، طول ما في موازنة أو فائض في الصندوق لا يجوز لها الاقتراض. طب أمال إيه الخناقة كانت عليه في مجلس الأمة الكويتي؟ كانت على إن موارد، ما هو مجلس الأمة الكويتي قدامه صندوقين، صندوق اسمه صندوق الاستثمار وصندوق اسمه صندوق الأجيال. صندوق الاستثمار اللي هو بتاع ميزانية الدولة، ميزانية الحكومة اللي هي بتصرف منه وتدير استثمارات. صندوق الأجيال ده مقفول لا يؤخذ منه، بياخد 10% كل سنة من الصندوق الاستثمار يشيلهم. طب يشيلهم في تراك موازي يستثمر لوحده، لا يجوز للحكومة ان هي تخفض النسبة دي ولا انها تقترض منه ولا تاخد منه. الحكومة وصل بيها الحال لانها بدأت استثماراتها تهتز، فعايزة تاخد جزء من صندوق الأجيال وتعوضه فيما بعد. هنا توقف البرلمان وقال لا يجوز للحكومة ان هي تاخد. طب مش هو يجوز انك انت تاخد قرض؟ هو قال كده انه ما النرويج، انا يعني ده مثال اخر. النرويج. الكويتي لا يجوز الاقتراب من صندوق الاجيال، لا يجوز. لكن في النرويجي لو عايز تقترض، بدل ما تقترض من بره تاخد من الصندوق ده. طول ما عندك فائض ميزانيه جوه الصناديق الحكومه تقترض ليه؟ ما انا عندي فوائد اقدر احركها. هو قايل كده. هو يعني انا لا اقترض طالما في فائض. طب مين اللي بيصرف لي الفائض؟ مين اللي بيديني الفائض؟ مش الحكومه، اهو البنك المركزي والبرلمان. اوكي. فبالتالي جهه اخرى هي اللي بتحدد له تاخد قد ايه وتاخده لمده قد ايه وتستثمره في ايه. طيب في الكويتي، طالما انت جبت سيره الكويتي، في الكويتي لا يجوز للامير، لا قرار للامير على صندوق الاجيال.
صح صح كده يا استاذ عباس؟ صحيح صحيح. وفي حتى في النرويجي يعني القوانين اللي صادره، احنا بنتكلم برضو في القوانين، هل هو اداريا له الحق بيقعد في مجلس الاداره؟ دي ممارسه، لكن القانون لا يعطيه الحق في التدخل في الصندوق السيادي. ولا النرويجي، ولا النرويجي نفسه. الملك بيتدخل في حالات استثنائيه، وده ملك وده امير، يعني المفترض بينظر لهم على انهم اصحاب البلد. يعني هم اصحاب المال. اه صح. ومع ذلك لا يجوز لهم التدخل، لكن احنا عندنا حاجه تانية. طيب عندي نقطه، وده السؤال اللي يهمني اساله قبل ما الدنيا تفرط مننا خلاص ويا فرطت يعني. السؤال دلوقتي بيقول في حاله الافلاس اذا خسر 50% يعلن افلاسه. نعم. طيب وبيقول اذا حتى ما اعلنش افلاسه يجتمع مجلس الاداره والجمعيه العموميه ويعلن افلاسه. انا يا عمي انت حر في ده، انت حر في الاثنين دول، يتم تصفيه الصندوق اذا بلغت خسائره 50% او في حاله عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعيه قرار بتغطيه كل الخسائر من احتياط الصندوق. انا عندي بقى سؤال في الجمله دي في العربي اللي تحت. نعم. في حاله عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعيه قرارها بتغطيه كل الخسائر من احتياط الصندوق. من احتياطي فين؟ لما هو خسران. ده واحد. نعم. اتنين بقى عندي وده المهم بقى. انت يا عم صندوق رحت خدت عمارات وسط البلد وفيلل وقصور العيله المالكه او العيله الخديويه يعني وبعتها وافلست. انا كدوله كاجيال جايه ايه بقى موقفي؟ سبتلي ايه بالظبط؟ ايه موقفي؟ ما هي دي الفكره. انت في ثلاث محددات للاجيال اللي جايه. اول محدد ان الاموال نفسها تبقى عامه بتاعت الناس كلها. كويس. انت عملتها اموال خاصه. تاني محدد ان طريقه التصرف في الاموال يبقى واضح ومراقب. انت ما عملتش كده. تالت محدد ان انت سمحت للصندوق بانه يقترض. الصندوق نفسه، الصندوق مش يقترض منه، ده الصندوق نفسه يقترض، فسمحت له بالاقتراض، فمعنى كده انه هيسد هذه الديون. أي. وبالفعل الصندوق بدل. رابع محدد اللي هو بقى الصندوق بيتصرف ازاي. الراجل ايمن سليمان في مداخلة عمرو اديب قال ايه؟ بيقول له يا استاذ ايمن يعني انت الصندوق بيبيع الاصول؟ قال لا لا لا، احنا اي اصل بيتباع ما بيجيلناش احنا، جهه ثانيه اللي بتبيعه. قال له ما انتوا بتعملوا ايه؟ قال له احنا عرضنا. عملتوا ايه مثلا في مجمع التحرير؟ فقال له العكس بقى. قال له احنا عرضنا مجمع التحرير وفي ثلاث جهات جت وافقت على العروض بتاعتنا، فاحنا اخترنا جهه اللي هي الامارات. امارات وتحالف امريكي مسمينه كده. التحالف الاماراتي الامريكي ده عمل ايه؟ قال له احنا عملنا شراكه بيننا وبينه، احنا بالارض وهو براس المال. طب الشراكه دي معناها ايه؟ انك انت بعت. ان هو بقى مالك معايا. ايوه. يعني انت بتقول انا ما ببيعش. ما انت ما ببيعش، انت بتشارك. آه. انت بتاكل حصه عينيه، انت بتدخل زي مقاول الراجل يعني زي اهالينا الصعايده اللي بيجوا من البلد معاه فلوس فياخد ارض ويبنيها وبعد كده يبقى هو مقاول بالفلوس واصحاب الارض بالارض. بقوا شركاء ولا بقوش شركاء؟ بقوا شركاء. طب هو الشريك ده مش مالك؟ اه بالظبط. طب ما هو زيه زي المشتري، يعني هو فرقت في ان النسبه انت 50 وهو 50 او انت 51 وهو 49؟ طب ما هو اشتري. فبالتالي انت سبت بقى للاجيال القادمه ايه؟ ايه المحدد الضامن لان في اجيال قادمه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت قوام راس مالك اصول، يعني فواتها ما فيهوش رجعه. ده اللي بساله. يعني لو فلس الصندوق دلوقتي مجمع التحرير مصيره ايه؟ ما قلت لحضرتك اتعمل فيه شراكه. يعني انت يعني راح الامارات. يعني راح بينك وبين الامارات، الامارات بعد سنه او سنتين هتعرض عليك مبلغ اكتر فتاخد نسبه استحواذ اكبر زي ما بيحصل. زي ما جه مصطفى طلعت مصطفى. او يكون انت عليك ديون. لا لا لا، او يكون انت عليك ديون كصندوق فتبيعه وتسدد بيها ديونك. تسيل. لكن الناس بتعمل ايه في الاصول؟ بتروح رابطه عليها سندات وتسيبها في البورصه، يبقى الاصل بتاعي موجود بس على الريع بتاعه اسهم وسندات، فيقعد يزيد 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 الاصل. مش هبيع اصل ابيع زي ما كانوا بيقولوا زمان انت بعت الرقبه. اه انت بعت العين، فانت مالكش حاجه، فانت مالكش مفيش اصل. هو مفيش اصل. ده معنى كده يعني معنى كده استاذ عباس انه بس بصرف النظر عن السياسه وعن ارائنا
معنى كده انه مفيش بلد يعني مفيش يعني ما كان عندك اصل وراح الناس كانوا بيقولوا كده زمان. طب معلش يا استاذ عباس، كل القوانين اللي حضرتك عتيت على ذكرها دي واللي زمايلنا في الاعداد جابوها وبتاع، مش في حاجه اسمها محكمه دستوريه عليا؟ مش في حاجه اسمها دستور؟ الله يفتح عليك. نعم انا الله يفتح عليك. انا اقول لك يعني ده لو انت بتختم يبقى ده احسن حاجه نختم بيه. ما هو ده بالظبط اللي عايز اختم بيه. في يناير 2023 يعني من سنه بالظبط، المحكمه الدستوريه العليا رفضت دعوه مرفوعه بعدم دستوريه، فاكر القانون اللي قلنا عليه بتاع عدلي منصور الرشوه؟ لا لا اللي هو بيع الاصول وعدم الطعن عليها. ايوه عدم الطعن عليها صح. راحت المحكمه الدستوريه قالت لا الدعوه دي مرفوضه. ليه يا عمي مرفوضه؟ ده هو القانون نفسه مش دستوري. يعني ايه تحرم المواطن من انه يرفع دعوه ببطلان عقد هو يرى بطلانه؟ أيوة. يرفع الدعوه والمحكمه ترفض او تقبل، انت حرمته. ده على اساس ايه؟ قال لك لا لا يجوز للمواطن، انا بايد هذا القانون ولا يجوز للمواطن. طب ايه يا عم اسانيدك واسبابك؟ المحكمه الدستوريه محكمه قانون. يعني محكمه بتمسك القانون كده تفصصه وتقول لك الاسباب ايه اللي خلتني ارفض او اللي خلتني اقبل. قالت ايه المحكمه هنا؟ خد بالك بقى من اللي انا هقوله ده. المحكمه قالت في اسباب حكمها التالي: ان الاقتصاد القومي مر بمرحله دقيقه احتاج فيها الى العمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه وحجب كل ما يزعزع الثقه في سلامه البناء الاقتصادي وضمان احترام الدوله لتعاقداتها، مما حقق حاله الضروره المبرره لاصدار القرار بالقانون المطعون فيه. ونفت المحكمه ان تكون قد صادرت حق التقاضي او قي، لكنها بل جاءت تنظيما لهذا الحق من خلال تحديد الفئات اصحاب الحق في الطعن. انت فهمت ده سياسه ولا قانون اللي قالته المحكمه؟ ده سياسه رسمي. طب عملت ايه بقى المحكمه؟ افسدت ثلاث حاجات. قالت عدم قبول خلاص دعوى البطلان الخصخصه، فاكر الخصخصه اللي هي من سنه 90 لغايه الان كلها سقطت، حتى المتداول منها سقط. تاني واحده ان عدم قبول الطعن المقام للافراد ضد الايه؟ ضد الدوله، خلاص مش يعني اللي جاي مفيش خصخصه. تالت واحده اقتصر في الطعن على طرفي التعاقد. يبقى المحكمه الدستوريه نفسها حصلت المسار المرتبك، بلاش نقول لفظ تاني، المرتبك الذي قررته قرارات صدرت في غيبه البرلمان وحصلتها وقالت لا دي مبرره، وقالت شويه مبررات اقتصاديه وسياسيه لا علاقه لها بالقانون ولا بالدستور. المحكمه الدستوريه خلفت في هذا النص، نص الحكم هذا خالفت فيه الدستور في مواد نقدر نقولها في وقت تاني، لكن خلفت فيه الدستور. يبقى انت حضرتك مين اللي بيحمي اصول الدوله؟ صندوق قام على هيئه اصول له تصنيف دولي لانه عنده اصول فعلا لها قيمه، خد التصنيف الدولي ده وباعه لصندوق سياديه اخرى. يعني معظم اللي بيستثمر مع الصندوق السيادي المصري هو الصندوق السيادي الاماراتي. الصندوق السيادي الاماراتي عنده اثنين، ابو ظبي ودبي، صندوقين، والصندوق السيادي السعودي اللي اخرها الهيدروجين الاخضر، والصندوق السيادي الكويتي. والمستثمرين حول هذه الصناديق، الشركات اللي اسستها هذه الصناديق هي اللي بتشتري في مصر الان. يبقى حضرتك عامل صندوق للبيع في اتجاه واحد وليس للاستثمار وليس لاسترداد هذه الأصول في صورة ثروات للأجيال القادمة. هذا أمر في إهدار وتسييل هذه الأصول وبيعها علنا جهارا نهارا بلا رقيب قبل ولا بعد ولا أثناء، والوحيد اللي له حق الإمضاء في هذا الأمر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده لو كان رئيس. تحسرتني والله يا أستاذ عبدان، والله العظيم أنا تحسرت جدا، وانا مش عايز اخدك في سكه السياسه، لكن خليني اشكرك الاول ومن وراك او ما انت تخرج اقول اللي انا عايز اقوله. نعم. الاستاذ عباس الاباري الباحث في السياسات التشريعيه، بشكرك جدا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا والله. وانا بسمع الاستاذ عباس الاباري في الاخر كده الكلمه الوحيده اللي على لساني خساره، وحاجه واحده بس شفتها، صوره واحده بس، ان كل من اتى بعبد الفتاح السيسي سواء كان بالرأس أو بالتطبيل أو بمقال أو بتويتة أو ببوست أو بالسكوت، كل من رضى عن هذا الرجل في رقبته
ضياع بلد عمرها 7000 سنة، لأنه اللي سمعناه من الأستاذ عباس ده يتسق تماما مع كل القرارات وكل السياسات السيسي. كل اللي سمعناه في الجزء ده الساعة اللي فاتت، ساعة وعشرة، ساعة 14 دقيقة عن صندوق السيادة المصري، تؤكد لك حتى لو كان عندك ذرة شك ان انت مع امام رجل جاء لتنفيذ أجندة بمنهج، بعلم، مش اعتباطا كده، مش كده واحد طلع في دماغه قرارات. هذا الرجل جاء في هذا التوقيت لتخريب مصر تماما. واللي مش مصدق ارجع شوف الحلقة دي في الإعادة من أول الساعة اللي دخل فيها ضيفنا الأستاذ عباس العباري، حتى تتأكد أنه رجل أتى لتدمير هذه البلد، مقدرات بلد عمرها في العصر الحديث أكثر من 200 سنة، عمرها في التاريخ 7000 سنة، جاء الرجل لتدميرها تماما تماما. المشكلة بقى أن ده كمان يعني تدميرها قضائيا، تدميرها اقتصاديا، تدميرها سياسيا، تدميرها تعليميا، تدميرها صحيا. والمشكلة بقى الأفدح من كده أن كل الأشياء دي ليها آثار اجتماعية هيعاني منها المجتمع لسنوات قد تطول. وزي ما كانوا بيشوفوا بعض العلماء أن الدول، ومنهم جمال حمدان، أن الدول زي الأشخاص، بيجي عليها وقت تمرض وتشيخ وتكبر وتموت. هذا الرجل جاء لقتل دولة اسمها مصر. أنا خلصت وبعتذر عن اللي أنا قلته ده، بس دي حقيقة، بعتذر عن تأثيره يعني مش عنه. في نهاية الحلقة دي، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.